بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف الآن، أهلا وسهلا فيكم. نشوف الآن مباريات الزملاء. معنا الآن الأخ البوب جالس يلعب تشكيلة ميدق معركة، ميدق مدفع هاون. والآن جاله العملاق ومعاول الجيش اللي وراه، ف ضد الخصوم اللي مثل كذا. والله الصراحة ما ينفع معهم إلا الساحر، بدون الفلسفات هذه، بدون الخرابيط اللي قاعدين تلعبوا. ساحر واحد بس يخلص لك كل الجيش هذا اللي قاعدين يشوفه، وكل الزحمة هذه، وكل الليلة هذه يمسحها بطاقة واحدة اسمها الساحر. خصم حبيب، خصم طيب من تركيا متوقع. والبوب كان متقبل للهزيمة، متقبل للواقع، الواقع المر انه ناقص ساحر. إلى الآن دعوة مظلوم، لأني قاعد، لأنه البوب هزمني قبل شوي بالتشكيل اللي قاعدين نشوفه تو. جلسة حاول أتكلم زي عمر. الآن نشوف البوب يلعب ضد برابرة مميزين، ووراهم سباركي، فرعب ورا رعب، رعب على رعب. هنا الآن حط السياف، ما لحق يحط البيكا اللي هي الوحيد اللي تقدر تتعامل مع الموقف هذا. حلو، على الأقل نقدر نقول انتهى موضوع مهم، انتهت مشكلة مهمة. وجت المشكلة الكبيرة الأخرى اللي هي البرابرة. أيوة. صراحة صعب، خصم صعب، سباركي وساحرة. يعني حتى لو لعب بيكا فيها ياكل الساحرة تحوس الموضوع. ف الله يعين إن شاء الله. هنا تتمنى تقول ممكن ساحر الكهرب أفضل من الحلول الممتازة اللي لازم تصير معك. أساس لو قابلت السباركي خلاص بطاقة واحدة اسمها ساحر الكهرب تحل لك كل المشكلة. سحر الكهرب ممتاز ايضا ضد المنطاد، ضد الخنزير، ضد المنطاد بالذات. يعل المنطاد عل ويسبب له هبوط كبير بالسرعة. الآن ايضا نشوف البوب في وضع لا يحسد عليه. هذه المباريات ما كانت مباريات رائعة للبوب، في أوقات صعبة يمر فيها، أوقات ظروف كارثية. خصوم يا ويلي. إلى الآن استخدم التجميد على شيء ما يستاهل أبدا. البولر ذا ما راح يفعص لك البرج كله يعني بالثواني ذي. فكان مفروض تجمد لما كان في الخنزير، والآن نحط تسلا. مفروض نحط تسلا، ليش ما حط تسلا؟ ليش هو يعصب؟ ليش؟ الله أعلم. المصايب كلها أنت جبت لنفسك يا باشا. فهنا الآن حلوة حركة البولر. الآن البولر العجيب الحمال وصل. فإن الآن حلوة حركة المنطاد، حلوة. ما نقول شي لا. حلوة حركة المنطاد. وهنا الباولر شال الغيلان. شغل حلو. وهنا الآن مشكلة الساحر. الآن ورطة مشكلة الساحر، كيف تتعامل مع الساحر الآن؟ يا زين الفالكري. بس يا زين الفالكري بالوقت بالموقف، والله العظيم ما يعرف قدر الفالكري إلا يشوف المصايب ذي. هنا تجميد بالوقت الضائع كالعادة. إذا ما تعرف اللي ما عندوش ما يلزموش يا باشا، اللي ما يعرف التجميد يشويه أحسن يبعد عنه. والسلامة مغنم.
بعد عن الشر وغني له. وهنا الآن أنا أتوقع محسوم مباراة خصم طيب وحبوب، محسوم مباراة من جهتين أيضا. وهنا نقول إلى اللقاء. فمباراة كانت صعبة لأنه غلم ومعك فيك ما معك فالكري، تتعقد كثير. البولر حاول، لكن يلا السلام عليكم.